بوكليت فيها ثلاثه د اللوينات هذه مضيفه. الناس اللي كيبغيو لوريجينال وكيبغيو مثلا هذه السلعه هذه غتعرفوها ياك غنحسب. وباقين في المفاجآت، اجي تشوفوا معنا عاوتاني هاد التشكيلات واللوينات. شوفوا معايا. السلام عليكم متتبعين قناه مريم شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الناس اللي كيتابعونا اكيد عارفوني اليوم في جبتهم عند الورده الذهبيه اللي كتواجد. الورده الذهبيه البنات عندها ثلاثه الفروع، كنخلي لكم دائما العنوان بصندوق الوصف. عندها فرع في البرنوصي وفرع في الولفه اللي كنصور لكم فيه دابا، وفرع في درب عمر. بالنسبه للعنوان راه كيتواجدوا في كازا الولفه الحاج فاتح. ها هي البنات شوفوا معايا، هذا هو الجامع ديال الحاج فاتح. تدخلوا هذه الزنقه هذه حدا سناك، لا حدا القهوه، كاين سناك هالينو هنا وكاينه امبر، كاين هذا الكافي العنبر. شوفوا معايا هذه راه اونفاس معاها الورده الذهبيه. ها انتم البنات. وبالنسبه للناس تخفيضات الرحموني راه معروف هنايا البنات، ملاصقه مع تخفيضات الرحموني. بالنسبه للبنات الورده الذهبيه اللي ما عرفاتش العنوان، يسيفطوا لها لوكاليزاسيون تجيب لكم حتى لباب المحل. اجوا معنا اليوم مجدين لينا واحد السولد اللي خطير، ابتداء من 50 درهم. يلا البنات خليكم معايا. السلام عليكم خويا كينان. اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ داير لاباس عليك. الله يبارك. مرحبا بنا عندكم عاوتاني اليوم. شكرا جيتك والمشاهدين اللي كيتبعونا. دائما كيسولوا في التعاليق امتى غتصور لنا هذه الورده الذهبيه. كانت واحد 10 ايام ما صورناش فيها، كنا خدنا راحه بيولوجيه نشوفوا شنو كاين في السوق، شنو غنديروا، شنو غندير ان شاء الله. وحنا رجعنا لكم عاوتاني، وتنتمنوا ان هذه رجعتكم مباركه مسعوده علينا وعليكم ان شاء الله باذن الله. وما رجعناش بيدينا خاوين واحد الصوت خطير اليوم البنات. باش غنبداو خويا كينان؟ عندنا الكمخه المعلومه ديال 50 درهم اليومين هذا كيسولوا عليها الناس. اليومين هذا كيسولوا عليها الناس، كتقول لهم اودي ما بقاوش فيها الالوان، خصك تلقى شي حل. مادام انت ولفتيهم 50 درهم وعطيتيهم السلعه 50 درهم، خصك تلقى لهم الحل انك تلقى الالوان. دابا راني وجدت واحد 12 لون، وهاد 12 لون اللي كاينين الا سكرانات شي وحده مثلا قالت لي بغيت هذا كاين موجود. كميه موجوده محدوده محدوده. واش كيسحبك راه 50 درهم تا باش 1000 ريال البنات، الكميه محدوده. شحال فيه من مترو؟ جوجونس. جوجونس شوفوا معايا جوجونس. جبنا زواقه زويونه عاوتاني. شوفوا معايا هاد الغوز، الغوز بيبي، ها الموف اللي كان مقطوع شحال هذا. شوفوا معايا اوبرجين. واحد البلوس، يلا يعطيك السر. هاد البلو مارين. شوفوا معايا هاد البلو مارين البنات. ها النوار. شوفوا النوار سيد الالوان. السيال جاي في السما. شوفوا معايا السيال، هاد اللوينات كاملين. اذا اللوينات اللي كانوا فيها ها هما دابا وفرناهم عاوتاني من جديد باش الناس يستافدوا. الناس فرحوا بها الصراحه، كاين اللي ما فحالوش لبسها عجبو الحال، كاين اللي عطاها كادو، كاين اللي جاو من الحج وعطاوها، كاين اللي جاو من العمره وعطاوها. فهمتي مادام انك غتجي من الحج وغتبغي واحد 70 ولا 50 ولا 60 تفصيله ولا قل ولا اكثر، راه بزاف عليك تاخذ جوهر ب 3000 ولا كذا، واخا الحباب يستاهلوا. كتجيب هادو 50 درهم الوحده، كتشري فيها داكشي الكميه اللي بغيتي وكتجي مناسبه. اذا نفعنا الناس بها ودعوا معنا الله يجزيهم بخير. الحمد لله تنفعنا من دعاويهم، وكنحسوا بان دعاويهم غادي معنا في الطريق، وفي يوميا تنحسوا بدعاويهم. فهمتي الناس ما كنعرفهمش كيتصلوا فين غبتوا ياك لاباس شنو عندكم، كلشي كيسول. فهمتي هو هذا هو ربح، فهمتي هذا هو اللي كنربحوا مع الناس سبحان الله العظيم. يعني هذه اخويا كاينه 50 درهم، 50 درهم الوينات محدوده. الوينات عاوتاني هانت يا لاله مريم، ها الموف، ها المعتدله بيج، كاين خضر ملكي. شوف خضر ملكي. ها البلو مارين نوار، ها هو سيال بلون كاسي، ها السيال فيغ بيستاش. بالنسبة للناس اللي كيشاهدونا أول مرة، التوصيل داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب، مرحبا بكم. خليكم معنا، شنو غندوزو عاوتاني؟ غندوزو شي سولد أخر وشي هوتة أخرى إن شاء الله. ضروري ولفنا المتتبعين ديالنا الهوتات، أجيو معايا إن شاء الله. دابا لاتيك الفاندي كريب دو سوا اللي لقى واحد الإقبال غزال، حتى هو ضفنا فيه شويه الكميه عتيغه باش فاش تشد الكريب دو سوا وطبعوا هاد اليامات ودير فيه زويقه ديال الفاندي، راه ماشي ساهله. وسيرتو انك على ابواب الشتوى، ولكن الناس كيبغيو هاد الشيء، كنبغيو نلبيو لهم الطلبات ديالهم. شو اللوينات كيدايرين؟ هانتي شو هاد السمو هذا كيدير؟ ها البيض ديال هاد اللوان، الغوج باللوينات كولو شير ميود، وزيدوك لاله شي زوقات اخرين. يلا شافيو واش بهذا القدر هذا، ها الارميس حتى هي باللوان. هذا شحال فيهم من مترو؟ جوج ونص قفيطنات،
قميصات جليلبات ما كيبينوش، ثوبهم ممتاز. الناس راه اللي تقدوم علينا في السوق اخرين اولا نيت في هذا السوق ماخلوش عليه. شو هذا الزيتي هذا تا هو هذا لوسيال بالدوري انا دل انتوما شوفوا البنات هادو جميع اللوينات فيها والثمن اخويا كينان ماشي داك الثمن اللي فراس الناس هذاك ما بقاش ضمنا لا تعطلنا عليكم كان خصنا نرجعوا نصالحوا به نسوا شي شويه نزيد ثمن زوين يكون خير ان شاء الله. شحال الثمن ديال هاد الشيء يا كينان؟ خفنا نقول لهم الثمن يتلفوا ما يكملوش اللوينات. لا لا خصهم يكملوا ضروري الا قلتي لهم الثمن عاد غيكملوا غيكملوا اللوينات بالعكس. اخي ثمن صولد باش حسبناه الناس وداو منها كميه كثيره هو 100 درهم. غنحيدوا لهم 20 درهم ماشي قليله في حقهم ولكن باش يكون تفاعل ان شاء الله. باش يكون تفاعل شحال غتبقى؟ 80 درهم. 80 درهم فقط. شحال فيها؟ جوج جوج ونص البنات وديها ليك كادو لبسي قفطان جلابه قميص يعني فيها البيع الكوبو كامل ب 80 درهم ماشي المترو البنات الكوبو كامل جوج ونص كامله ب 80 درهم حيت كنلقى شي تعاليق تيقولوا لي واش المتر لا جوج ونص ب 80 درهم هادو اللوينات اللي شفتوا فيها كنتمنى تكونوا سكرين شو داكشي اللي عجبكم وتواصلوا معنا ان شاء الله في النوامر اللي كتلقاو عندنا في صندوق الوصف اولا مثلا فوق الفيديو ويكون خير ان شاء الله اكيد خليكم معنا البنات باقي المفاجات ما تمشيو فين واحد الزواقه كانت تقبل من هذه اخويا كاينه في الفيديو السابق كنا صورناها كريب دو سوا جيومتريك هي كاينه موجودين هذا الشيء تشوفوا فيها راه فيها كميه قليله اذا انا غنوريكم شي لوينات فيها اللي عجبتها شي حاجه تسكريني ياك والناس الباقين هما اللي غيستافدوا فيها والاخرين راه كاينين زواقات اخرين ان شاء الله البنات كنقرا التعاليق ديالكم دائما هذه سولوني بزاف الناس عليها واليوم داير لكم فيها واحد الثمن مستحيل كينان يلقاو يقدروا يلقاوها بواحد 120 درهم للتفصيله غير هو سامبل ما مزوقاش 120 درهم انا كنضمن لهم كاينه ب 120 درهم بلا زواق بلا زواق بهذا الثمن ما كنضمنش وعند الورده الذهبيه عند الورده الذهبيه بشحال كينان 80 درهم فقط 1600 ريال البنات هذه راه مستحيل تلقاوها الثمن هذا شوفوا معايا غير اللوينات كيفاش دايرين شوفوا اللون كاين سيف لون شوفوا معايا اللوينات ديالك شوف لاله مريم لا طومبي كاينه ما كيبينش شوف من داك الشرفيع كيستافدوا منه الناس الهدف ديالنا كلشي يلبس هذا هو اللي بغينا بغينا اللي عنده اللي ما عندوش كلشي يلبس ها انتم البنات شوفوا معايا شكيلات مختلفه ولوينات جوج ونص كوبو كامل 80 درهم سارعوا الكميه محدوده ياك تيجيو عندنا نعم تيجيو عندنا ناس راقيين شوف ماشي بالضروره تلبسو هي الا ما عجبهاش اولا كانت عشاقه ولكن راه كتقدر تعطيها كادو فهمتي اكيد تزي به العارط الله ما تيديرو به تقدر ديري به شي جلابه اللي شي توب كيكون ساهل فاش كتخرجي منه شي جلابه انا الصراحه شفت الكليان ديالنا لابسينو انا ما تنتيقش كاع واش داير 100 درهم الا ما تنتمعو ب 100 درهم دابا غير 80 درهم تشوفيه الملبوس تقول شي وحده انا خدتو ب 80 درهم ما تيقش ما تيقش بك صغير تكون شي خياطه وشي فصاله زوينه البنات شوفوا معايا هذا الخضر هادو هما اللوينات اللي فيهم هي هادو اللي كاينين حاليا اذا اللي عجبها شي لون في هادو والكميه محدوده بزاف محدوده الكميه مازال الزوقه ديال الفاندي اولا ديال اولا ديال الارميس راه يلاه طبعناها اذا فيها لوينات هادي هادشي اللي بقى اللي عجباتو شي حاجه مرحبا بكم 80 درهم البنات مستحيل تلقاو هاد الاثمنه سارعوا لان الكميه محدوده البنات وريناكم جميع اللوينات اللي فيها مرحبا خليكم معنا باقي ما ساليناش مرحبا بكم وباقين في المفاجآت اجي تشوفوا معنا عاوتاني هاد الشكيلات واللوينات شوفوا معايا نقربوا لكم باش تشوفوا انا دابا مالي ها انتم اللوينات البنات شو زواقه كيدايره جيومتريك غزاله الارتيكل كتجي بازيك تقدري تلبسيها مثلا الناس كبار صغار ما تقولش لي ما تقولش لي هذه 80 درهم حتى هي 80 درهم عامني كثير هذا ما تقولش ليا نقول كيستاهلوا المتتبعين ديالنا شي قل ما 80 كيستاهلوا المتتبعين ديالنا كاملين البنات شوفوا معايا هادي جوج ميترونس كلها ب 80 درهم غتقدري ديريها دو بياس عرفتي نعطيك واحد المعلومه اضافيه ديال العيالات كتاخذي هادي ب 80 درهم خذي كريب دو سوا ب 150 درهم عرفتي طالع لك دو بياس رخيصه زوينه من داك الشيء فهمتك
هادي الكريب دو سوسان تاخذي شي لون قليل هنا دير ليه شي غارنيو زوين وهانتي غير بحال دو بياس ما غتفوتش شكل القضيه 230 درهم دو بياس فهمتي اذا القضيه غتكون عندك سعداتك دير واحد دو بياس راقيه في نفس الوقت حتى ما نطيح تبعوا الفيديو حتى الاخر لانه مليء بالمفاجات اجيو معايا شنو غندوزو دابا ندوزو دابا لواحد الكريب دو سوا كوطوني غزال بزاف امبريمي دير 250 حتى 300 درهم اللي كيدير انا قررت انني ندير واحد الثمن استثنائي علاش حيت فاش كندور هاد الايامات عاوتاني في اليوتيوب كنشوف لقيت شي ناس تيقهروا الناس باش بلي دو بياس يقول لهم ديروا مثلا قميص وجلابه وكذا انا دابا غنعطيكم غير قميص اولا جلابه وانتم اختاروا يا ديروا لي تحتاني اوني ولا الفوقاني ديروا اوني داكشي اختياركم غير هو اللي تسالوني كيف ما العاده هو الثمن ثمن يكون جد مناسب ان شاء الله وسلعه زويبنه وعندي كميه فيها قليله اذا الناس اللي غي ياخذوا عندي هاد السلعه سعداتهم بها صراحه بها غزال بغيت تقيسي هاد الشوب هذا للمغرب شوفي شنو بان لك فيه شوب غزال الناس اللي غيوصلهم فيما كانوا في المغرب غتوصلهم بياسه غيصيفطوا لنا شي لوينات وشكيلات هادشي اللي كيف تخيلناه كيف شفناه شوفوا معايا هاد الروج بريك مع هاد جا خطير شوفوا معايا هذا بلو بيترول مع الروج بريك جا داكشي زوين والارتيكل حتى هي جيوميتريك بطبيعة الحال باش تجي بازيك هذه شحال فيها من مترو؟ جوج ونص هذا تقدري ديري البياسه الفوقانيه كجلابه حيت ما كيبينش ياك الا بغيتي ديري قميص اولا بغيتي ديري جلابه في قلب جلابه راه ممكن هذه المساله هذه خويا كينان هو دابا شحال غتخلي المتتبعين ديالنا؟ جوج ونص 100 درهم 100 درهم هذا ثمن استثنائي محاربه الغلاء كما العاده انا حطيت لكم هاد لارتيكل هادي ب 100 درهم تسيتكم وقتكم برعاتكم الورده الذهبيه البنات ديما ديما مبرعين بالنسبه للمحل كيكون مفتوح ثلاث ايام اسبوع ما عدا يوم الجمعه تماما من 10 الصباح حتى 9 الليل من 10 الصباح البنات حتى 10 الليل بالنسبه للناس اللي كيشاهدونا حنا كنتواجدوا في كازا الولفه حاج فاتح راه كاينين ثلاثه الفروع عند الورده الذهبيه كاين فرع في البرنوصي راه كنخلي لكم العناوين في صندوق الوصف وكاين فرع في درب عمر وكاين هذا الفرع اللي كان بالنسبه للناس اللي كيتعاملوا معنا هو الولفه نقول لكم واحد النقطه مساله لواحد الناس اللي كيتعاملوا معنا الا شي واحد فيهم مثلا شي نهار طلقنا تعطلات عليه شي حاجه وصلت الحاجه ماشي هي داك اللي شافو غداها لنا وعاودنا شونجينا ليه هي انا غير وعدتهم قلت لهم الا عزلتوا شي حاجه في هذا الفيديو غا ليفريزون غراتوي على حسابي فهمتي الناس حنا عارفينهم الناس اللي قلقناهم ولكن غير عن غير قصد غا اللي كيقول لك حق انا غاتنجيب داك الشيء الكمال لله الكمال لله حنا ما عندناش غير المشكل في ليفريزون ولا كاين بعض المرات كيعوامل الخارجيه كتقدر مثلا تجمع البياسه وتعطيها في الوقت المناسب تعطيها الناس طونسبور تعطلوا اولا مثلا يكون عندهم شي غرض ولا الله يحفظ شي حادثه ولا شي حاجه اذا كاع الناس اللي تيتقلقوا علينا انا تنقول لهم حنا باش نعوضوكم اولا باش نغاديوكم شي شويه اللي عجبتكم غا الغراتوي غتكون ان شاء الله في ليفيرزون على حسابي وانا عارف الناس فهمتي يقولوا لنا الخطا فين كان غادا توليو فعلتو ليا واش هذيك الساعه غير مرات امانه كدير غلط واحد المره كوليا ديال بني ملال صيفط حتى لاكادير وديال اكادير صيفط حتى لبني ملال طبيعي الحال حنا كنحاولوا نتعاملوا مع اللوكس كيصلح الاخطاء زعما في واحد الوقت وجيز الحمد لله كيكون الخير ان شاء الله غير شويه الصبر البنات تماما شويه المينات هذا ما شاء الله كلشي كيحمق البنات انت شوفي ليا الفرونج شكون ديال لورونج هادشي راه كميه محدوده ما عنديش 100 درهم جوج اونص البنات الكوبو كامل 100 درهم الكميه كيف ما قال لكم كينان محدوده اللي فيه الكميه تنقولوا لكم فيه الكميه واللي فيه قليله راه تنقول لكم الكميه محدوده اذا هاد السلعه هادي غير ضايفتكم بها في هذا الفيديو هادي فاش طولنا عليكم الغيبه قلنا نرجعوا بشي حاجه اللي تكون زويونه هذا ثوب غزال بغيت تقدري ديري دو بياس تقدري ديري بياس وحده ما كيبينش فيه العباغوافي الجلاب ولا القفطان والثمن ديالو 100 درهم نضيفها لكم وتسالوا كل خير هادشي لك 100 درهم مرحبا بكم كاين شي تويبات ديال البرد الناس كيسولوا على تويبات هكا واخا ما كاين الله اليومات اللي لا هاد اليومات الاخر حسينا بالبرد شي شويه فهمتي مازال نتكلموا على الشتا الشتا اللي كانت نهار الجمعه ياك فرحنا بهذاك شويه اللي شوفي نقول واحد الحاجه شوفي رب العالمين محاش يحبس عندنا شي حاجه هو قادر على انه يعطيها لنا الا بنوبنا واش حنا كنشوفوا السيدي نهار الجمعه صبات شويه الشتا الجمعه بصباح الجمعه بالليل كيخرجوا الناس مليفه ديال 4000 ريال كيزيدوا عليها طبعه ويقول لك 9000 كي بغيتي ربي يغفر لنا اقول كيفاش بغيتي ربي حنا ما تنحنوش بعضياتنا كيفاش ربي يحن فينا حنا ويصيفط لنا الشهوة راه اوفون بينا ياك ولكن حنا خصنا نتغيروا من هذا المنبر انا كندعي الناس كاملين اي واحد ثبت عليه الغش او لا حسيتو به كيغش في المغاربه ويغش في العائلات المغربيات ما نبقاوش متبعينه ما نبقاوش جام ديسلايك وديزابونا من عنده كاع فهمتي باش نديت انا واحد الصدقه جاريه غير فاش نبقى نتبع واحد اللي كيشد مليفه ديال السوق
ديال طنجه الله يعمرها غدار ما كتحبب ما تيوقع لا والو. نعيط للمعمل السلام صيفطوا عليا بلا لا ليزير ونجيو كلنا نطبع فيها صبليون طانيان فرنسا كذا ونقول لنا استمد الحشومه لوروبيانا راه اللي شوفي المعلومه ولات سهله وبسيطه ما قارياش عندك ولد كل بنيت كل جا بنيتي دخلي على الانترنت شوفي لي هاد لوروبيانا شنو هي غتلقاوها شركه بطبيعه الحال ديال طاليان كتصيب بونطوات كتصيب بزاف الحوايج شحال دايره بنيتي مليفه ديالها 5000 درهم والفوق ماشي هي 9000 كاين فرق 5000 ريال 5000 درهم ماشي هي 450 درهم كاين فرق كبير اللي بغيت تاكد من المسائل وكان في الدار البيضاء وكان مولف ذاك المحل نهز السياره تيمشي لدرب عمر نسول الله يعطيكم السر الاعتماد ديال لوروبيان عند من سي طوب تيسي نعم اسيدي بشحال مليفه يقول لك 5000 درهم والفوق عافي على انك كتاخذي مليفه ديال طنجه زويونه من داك الشيء رفيع ما كتحبب ما والو ولكن راه ب 200 درهم دايره شي جاك اللي تبيع تشوف تحتك نزلي خذي عنده اكيد قولي عطيني السلعه ديال طنجه ولبسي وعاودي راه ما يوقع لها والو بلا ما تبقاي تغلي على راسك وتمشي عند الناس يبنيو على ظهر الفيلات ويبنيو على لا لا هاد العقليه خاصها تبدل الصراحه ما دامنا في اليوتيوب الناس كون هي كانوا دابا هما عارفين راسهم شنو كيديروا وتيقول لك لا حكا كيجيو عندي العيالات راجلها كيبيع الثوب وقالت لك انا بغيت نشري عندك حيت انت اللي عندك ملي فهم مزيان هذاك لام كانوا تيسرحوا في البلاد جاوا بغا يصحابهم يسرحوا الكازاويات ولا المغربيات انا ما كنظنش غيطولوا اكثر من هكا فهمتي اي حاجه لها بدايه عندها نهايه حي الفرح كنا كننبهوا الناس من حي الفرح ولا من قصريه اليهودي دابا سيروا لها سيروا لها تقادوا الناس كانت حي الفرح كانت الغلا معروفه به الناس قطعوا حي الفرح عرفوا انها كتغلي او لقيت صغيط اليهودي ولكن الناس دابا راه تبان لي راه شدوا الطريق كنسمعوا الاسمنه في حي الفرح وكنسمعوا في بلايصهم في اليوتيوب اليوتيوب بان لي تصرع على حي الفرح اذا لا بغيتوا تقداو في شي بلاصه وتاخذوا فيها بثمن مناسب قاطعوا الناس تيرجعوا لصوابهم وديك الساعه تقداو عندهم هانتوما هذا واحد تويد من داك الشيء غبيع الرجال عيالات العبار اللي فيه حاليا جوج ونص اذا ديال العيالات بالنسبه للرجال الا بغاو فيه 300 درهم موجوده انا غندير لي اليوم ثمن استثنائي هذا الثمن اللي سمعتوه غتسمعوا ان شاء الله هو اللي عندي في البون باش دخلت هذه السلعه للمحل اذا انا غنحسبوا لكم باش جايه هذه السلعه عندي وعلى مسؤوليتي وهذا الكلام اللي تنقول انا كنتبناه راه ماشي ناتج على املاءات شي واحد يملي عليا لا هذا الكلام هذا انا مقتنع به وتنقوله فهمتي اذا فاش كتسمعوا شي راي عليا انا مثلا فاش كنتكلم على شي واحد غير انا اللي كنتكلم الشخصيه ديالي كتشوف على ان داك الشيء اللي في السوق راه عيب وحرام وحشومه كنقدروا ندخلوا باش الا لقينا ما نصلحوه كنصلحوه الا الناس رجعوا لصوابهم على طريقنا وعلى يدينا هذاك الشيء خير ان شاء الله وندوا حنا الاجر هانتوما هذا تويد مزيان فيه كاليتي مزيانه ما كيتحبب ما والو ما نقولش لكم الطاليان ولا الصبليون ولا نجي نكتب لك هنا شكل على الاقل باغي نطبعوا طبعوها مزيان غير ما كطبعوا سطر نازل ما طالع فهمتي عرفوا كيفاش طبعوا جواد راه ما كيطبعش مزيان بدلوه هانت شو واحد اللوين كيدير اللوينات اللي فيها هادي كلها شيوني بحال هكا داخل فيها الاخر هانت ها واحد المارون ديالها احسن حاجه في سلعه البرد هي تكون فيها لا طومبي او ميم طون تكون سخونه بحال هكا فيها جوج جونس جوج جونس لا طومبي كاينه وفي نفس الوقت راه سخونه هاد السلعه هي ديك اللي كتلبسي فاش كيسخن الحال كتخبيها في ماريو العام الجاي هي هاد السلعه هادي ما كتحبب ما والو البنات شوفوا معايا هانتوما واللوينات تبارك الله ما شاء الله راه فيها اللوينات شوفوا معايا انا فاش نعطيك السلعه دير الخياط ديالك وتبارك الله غتكونوا صنايعيه وحريفيه هاي كيشوفها يقول لك تحبب ولا لا وسيرتو في سلعه البرد سلعه البرد هي مشوفت العين تعرف واش تحبب ولا لا الا قال لك شي واحد على نص كلمه العيب رجعي خذي فليساتك هادشي اللي تسالينا على فين ما كنتي واللي فريزون على حساب الناس اللي غيرجعوا من بلاصه بعيده اللوينات اللي فيها هادي الناس الشمال الا تقدوا عليا هاد السلعه راه يستافدوا ما شاء الله راه عندهم واحد البرد تماك في الشمال تيكون برد قارس بزاف والسلعه باش مزيانه وباش عجبتني فيها واحد لاطونبيل اللي موقع على النظير طايحه طيحة. وفي نفس الوقت سخيخنا على الكتيفات الله يوفق كل واحد غزالة البنات بغيتكم تجيو تقيسوا تجيو المحل وقيسوا الثوب باش تعرفونا علاش كنهضروا نعم وهذه واحد النصيحة حتى هي الناس اللي تيكونوا قراب الناس اللي قراب بلا ما تبقى تعول على ليفريزون لا انا غير في الشق ولا انا غير مثلا في سباته ولا كذا لا جي الله يحسن العون ماشي تنقول كلشي الناس بونطوغيزي الطوبيس تبارك الله كاين الترامواي الطاكسيات نجي ندخل المحل نوفر واحد الساعه ديال المكانه ولا ساعه ونص حنا كنسدو حتى ل 10 ونجي ونقلب الثوب ونعرف شنو شريت نعزل اللوينات اش دي كيقولوا زعما باش نتسنى مثلا نشوفو مغي في التصاور هو غيكون احسن ان شاء الله شو واحد اللون كيدير هذا خويا كينان امر الثمن ما قلتيش الثمن غيكون ثمن مناسب شوفوا معايا هذا انا كنموت على هذا اللون هذا البنات خطير هذا بدلتي لك حاله مريم لا هذا كيعجبني هذا اللون غزال حلو هذا تاع داك تاع داك لا لا ما كاينش النوار البنات هاو شوفوا ما يحسن النوار كاين عشاقين النوار شوفوا
هو صراحه النوار دي كونسيف سلعه البرد، حيت كيقول لك زعما تيشد الخمله ولا كيبان فيه مثلا كتبان فيه الخمله بحال كاشمير، ولكن كاين تويبات اللي تيكون الوجه ديالهم شويه رطب ما تيشدوش ديك الخمله بداك الطريقه. انا ما كنكذبش لا الكاشمير لا المليفه، نبدا نقول لك لا ما غايبانش فيه الخمله، كتبان ولكن كاين اللي كتزول الا نفتيها وسستيها راه كتزول الخمله ماشي كتبقى لاصقه. احنا للهالكري نازل الكري، نرجعوا للثمن باش ما نطولوش عليهم الفيديو، وباقي عندنا ما يتشاف. وعندي حتى زواقات اخرين تويد، عندي فيه بزاف زواقات. هانتوما البنات شوفوا معنا، هادو اللوينات اللي كاينين انا في المغرات. هادو هما اللوينات، دابا كيتسناو في الثمن. الثمن وعد على نفسي على الناس سلعه البرد باش تدخل عندي المحل باش نبيعها. الله بيناتنا 150 درهم باش داخله هنا باش نحسبها لكم. 150 الله عليك فهمتي، جوج جونز 3000 ريال البنات. 3000 ريال الرجال غتعجبهم السلعه بزاف، ولا العائلات اللي غيبغيو ياخذوها لرجالاتهم. 3 متر ب 180 درهم، 3 متر ب 180، جوج جونز ب 150. وبيناتنا الله الا عطيتكم شي حاجه عيانه ولا شينوه ولا شي حاجه بيناتنا الله فهمتي. ومن غيرها غير كي قلت لك دابا فاش كتوصلها انا كنبيعها لك، واش كنقول لك دي عند الخياط خويا ولا عند خالي؟ لا دا الخياط اللي يعجبك. الا قال لك عليها شي كلمه العيب رجعي خدي فليساتك، ماشي نبيع لك الثوب من هنا وندخلك عند خويا انا نكزك في الثمن وخويا يكزك في الخياطه، لا ما يمكنش. لا سير عند الخياط اللي بغيتي ترتاحي له، الا قال لك السلعه عيانه ولا شك فيها على انها تحبب رجعي لي وخدي فليساتك. البنات باقي ما ساليناش، باقي المفاجات، خليكم معنا. مرحبا. انا زوق اخرى لاله في التويد. هانتي شوفي هذا شكل اخر، هذا شكل اخر زوق اخر. هانتي هي اللوينات ديالها، شوفوا معايا اللونه البنات. شو يعني بطبيعه الحال تيكون داخل فيه لون اخر، الا بغيتي تخيطي به ولا الا بغيتي تزوقي بها ولا جلابه مثلا فولار ولا مثلا الصاك في ذاك اللون ممكن. الكرين وور ديالها شو هاد اللوين هذا كيدير. وعندي واحد الجلوينات ديال واحد جلابه غزاله هي نخليها بنفس الثمن، داكشي علاش نحطها لكم دابا تشوفوها باش نخليها بنفس الثمن ديال هادي. ها انا لاله حتى هي جوج جونس، حتى هي جوج جونس، ونفس الكلام اللي قلت على هاد المعلومه راه قلت على هاد التويده. هي ما كتحببش طبيعي الحال، حتى هي فيها نعم لاله 3 متر، الا بغاها الرجال راه 180 درهم، وجوج جونس 150 درهم. يعني وعندي هاد عندي هاد الشانيل، ها هو راه فيه جوج اللوينات. الناس اللي كيبغيو الشانيل انا جبت لهم هاد جوج اللوينات هادو. ونخليه لون بنفس الثمن 150 متر. وشوفوا معنا حتى هذا اللون، اذا فيها البيض بالكحل والانفيرسيون ديالو الكحل والبيض. هادشي اللي عطى الله. مرحبا. الثمن 150 درهم، 150 درهم. وهذه انا ما كنظنش عندي فيها 3 متر اصلا، جات مقطعه بحال هكا، جات مصيده من قدها. جوج جونس 150. خليكم معنا البنات. مرحبا بك. شنو غندوز اخويا كينان؟ واحد لارتيكل اوريجينال، واحد البوكليت فيها ثلاثه د اللوينات، هذه مضيفه. الناس اللي كيبغيو لوريجينال وكيبغيو مثلا هاد السلعه هادي غتعرفوها ياك، غنحسبها لهم ثمن جد مناسب، غير مضيفه. وكان 300 درهم تفصيله، 300 درهم عوض 700 800 درهم. هادي اوريجينال، اذا الا لقات شي بلاصه ولقات فيها ب 700 800 درهم تعرف راه كنتكلم على هادي، غنحسب لها 300 درهم. فيها ثلاثه الالوان، كميه محدوده، وشي ناس طلبونا بغاو يشوفوها في اللايف اولا بغاو يشوفوها مثلا في الفيديوهات معنا، قلنا نضيفوهم بها وصافي. المهم هادي واحد البوكليت اوريجينال، ماشي ديال طاليان، انا ماشي كذاب، ماشي طاليان، سلعه زوينه اوريجينال، ولكن ماشي ديال ايطاليا وماشي ديال فرنسا وماشي ديال اوروبا. غزاله فيها ثمن زوين، جوج جونس في العبار 300 درهم، 300 درهم شي حاجه اوريجينال البنات. تجيو المحل باينه باينه باينه. شوفوا معايا البنات، تجيو المحل وتشوفوا الثوب عندي بالكراش والكاميل. هذا غزاله، خليكم معنا باقي مازال ما يتشاف. مرحبا. ودابا غندوزو محبوبات الجماهير. المليفه مطروزه، جبنا واحد لي زارتيكل جداد وبغينا نتقاسموهم معكم تشوفوهم حتى نتوما وشوفوهم الجمهور ديالنا والناس اللي متتبعين ديالنا والزبناء ديالنا. ديما كنوعدهم غير فيما تكون شي طازه جديده غنوصلوها لهم بحال هكا في الفيديوهات ديالكم اولا في القناه ديالنا، قناه الورده الذهبيه بالنسبه للفيسبوك اولا في اليوتيوب، جولد فلاور بالنسبه للانستغرام. هادو غتلوحوهم يوميا تماك، وفيما كانت شي حاجه تاع الجديد غتلوحوها في القناه ديالنا باش الناس كيتبعوها. وعاد اللقاء الاسبوعي اللي تيكون عندنا كل جمعه، راه اليوم سبقناه للاربع اولا الاثنين باش نكونوا قراب لكم. والله ما قديتش نصبر اختي مريم، شوفي هاد الايامات كنشوف في الانستغرام ولا في الفيسبوك وتنشوف شي سلعه وشي ثمنات والناس كي ولا بغاو يشفروا عباد الله فهمتي. انا كنت اش نقول، الا الكفن فيه ربح حيطبعوا فيه حتى هو شي لوروبيان ولا شي حاجه وبيع والكفن، ولكن عارفين الناس الكفن تياخذوا فابور ما لقاوش منين ندوزو ليه. شو اللوينات، شوفي المارياج اللوينات كي دايرين، هانتي شو ما شاء الله اللوينات ديالها
شوفوا معايا اللون كيمسي في اللون. مازال عندنا زويقات زوينين، شكيلات زوينين. وبالنسبه لواحد التذكير على ان المليفه سامبل غا دخلت اليوم، ودخلوا اللوينات ديالها حتى لخر الفيديو غنوريها لكم ان شاء الله. شوفوا معايا هذه جوجونس جوجوناس على بيتروسي، المليفه ديال طنجه. ما تكلموش على الجوده ديال طنجه، كلشي الناس كيعرفوا الجوده ديال طنجه، وهي احسن مليفه كتدور حاليا في العالم غا هي المليفه ديال طنجه. راه اللي قال لك حكا راه شي حاجه من غير طنجه غادي تكذب عليكم. المليفه طنجه كبرنا بها، لبسوها والدينا، كلشي ما كتحشمنا مع حتى واحد. هادو هما اللوينات يا لاله. بغيتك تشوفي يا لاله مريم، هانتي واحد الزواقه تتسالي من هنا. شوفوا الزواقه عند السي الحسن، غا حط واحد الزواقه وجدها لكم. انا عارف كعز عليك النوار اختي هانتي. نوريو الناس النوار. ها هانتي يا لاله. هانتوما البنات اللوينات، لون كينسي في لون. ها الكري، شوف المارياج ديالو بها الفوشيا كي جا. والثمن؟ 200 درهم فقط. 4000 ريال البنات. 200 درهم، نزيدكم واحد الزوقه زوينه. خليكم معنا. الله يعطيك الصحه الحسن، وري لنا هذه الزوقه هذه اللي في الكونطوار. شوفي لنا البنات. اجي اجي معايا. شوفوا معنا البنات هذه الزوقه عاود. شحال فيها؟ جوجونس. جوجونس. غنحاول نشد لكم جميع اللوينات. الناس اللي خارج كازا كيبغيو يسكرينيو، الناس تاع كازا راه غيجيو المحل اكيد ويشوفوا جميع الشكيلات واللوينات. كاين حتى هذا اللون هذا الكري هذا، شوفوا معايا. تمام. نوار سيد الالوان، شوفوا معنا هذه الحسن شحال فيها جوجونس؟ جوجونس. الثمن الحسن؟ 200 درهم. 4000 ريال البنات، ها انتوما هذه غير 4000 ريال حتى هي بحال بحال، شوفوا معنا شكيلات ولوينات بحال طرز الحساب. حتى الحسن راه تيكون البنات هنا في الوجفه، شوفوا معنا شوفوا معايا الوينات. ثمن 4000 ريال. هانا لاله ما تزيدش عندها. سالينا مع الحسن. باقي لون. اجي عندك. باقي لون. اجي عند كينان دابا. مرحبا. ايوا وجد لينا عاوتاني. هذه شكل اخر. شكل اخر بطبيعه الحال. طرز اخرى. طرز اخرى. فيها الصدر، فيها الكميمات، كتخسر على غير خياطه خفيفه. والله يجعل البركه والجوده ديالها عاليه. انت هي نفس الثمن؟ نفس الثمن 200 درهم. ها انتم نحاول نشدوا لكم كلشي، الناس اللي غيبغيو يسكرينيو خليكم معايا. هادو هما جميع اللوينات فيها، وحتى هي الثمن 4000 ريال البنات. جوج متر ونص كوبو كامل 4000 ريال. ها انت شوفوا لي، شوفوا لي النواغ، شوفوا لي النواغ البنات. هذه ديال الطوق بطبيعة الحال فيها الكميمات. حتى الكميمات. الكميمات ديالها. السلسله ديال الكميمات كتجي غزاله، كتجي عمليات، لبسو تعاود. وثمن مناسب 200 درهم 4000 ريال. شوفوا معايا هادو هما اللوينات كامل. الا سولتيني على المليفه دابا شحال دايره، سامبل خاويه ما فيها لا طرز لا والو، 200 درهم 200 درهم. انا نعطيك بالطرز والتنبات ديالها ب 200 درهم. شوفوا معايا اللوينات البنات. شوفي لي، شوفي لي حقيقه اللوينات كاملين تيحمقوا. شوفوا معايا كاين البوردو، كاين شوفوا معايا البلو نوي بلون كاسي هانتي. شوفوا ليا هادو كاملين 4000 ريال. والله قدرنا على فعل الخير اختي هانتي، ثلاثة زويقات عطيناكم ياك، ومازال كاين المزيد ياك. 200 درهم وجوج ونص، شوفها غنية على التعريف الاكسترا، كلشي كيعرف شنو كتسوى سلعة طنجة مزيانة. وبغيت نذكركم على أن السامبل ديالها دخلات، حيت الناس اللي كيعاودوا البيع، عندنا بزاف الكليان ديالنا كيعاودوا البيعه ولا الخياطات كيبغيو كميه كثيره. انا نوريك اللوينات تاع اللي دخلوا باش الناس يسكرينيو. خليك معايا الله يعطيك السر. المطارد هادو غنزلوا البارح بالليل، جبناهم هاد الصباح المحل عبد اللغوه اللي كان غابر شي شويه. بالنسبه للثمن كاينان 150 درهم. 150 درهم سامبل ب 150 درهم. 150 درهم حتى هي فيها جوجونس. اييه جوجونس 150 درهم. هاد اللوينات اللي فيها ها انتوما خليهم كاينان نوريهم غير هكا. شوفوا معنا هادو هما اللوينات ديالها، شوفوا شحال من لون. الناس اللي غتبغي تسكريني الثمن 150 درهم وجوجونس. تبارك الله فيها اللوينات. فيها اللوينات بطبيعه الحال، دخلات 26 لون اللي دخلات الاخرى. ان شاء الله المزيد غاها في الاسابيع القادمه ان شاء الله. اللوينات فين مازال تقدر ملكي، كاين اللوينات مختلفه الناس اللي غيبغيو يسكرينيو، والثمن 150 درهم جوجونس. خليكم معنا باقي ما ساليناش البنات، ما سخيناش بكم، طولنا عليكم الفيديو، نخليكم هنا، نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي. ندير واحد كلمه شكر عند الاخ كينان. اييه مرحبا. شوفوا معايا
الكلمه واش غنقول لك الكلمه الاخيره اللي غتكون غتكون هي باش بغيت العيالات كما مشاو لي بسواخيف هانتي اي واحد تيبيع لك كريب وتقول لك راه انا تنبيع لك كريب ديال الصبليون فرنسا الطاليان انا كنتحداه بكلمه واحده جيب لي يقولوا بحالك مسدود مسدود وحنا كنفتخروا بكوريا كوريا كنفتخروا بها ياك جيب لي يا سيدي ونوميدياتكس الشركه ديالنا الحمد لله ها هي المنشا كوريا جيب لنا سيدي المنشا فرنسا اولا اسبانيا اولا ايطاليا ونحترموا كون تيقوا بك فهمتي من غيرها راه ماكينه غاليه 5000 درهم تطبع فيها كاسكيطه تطبع فيها وجهك بيل كذا طبيعي دار حاله في عباد الله اللي عرفتوا انه كيغشكم ما تبقاوش تجيو تشكاو عندنا وتبكيو على مالين توب دخلوا عنده ديسلايك دخل عنده ديزابونا من عنده فهمتي باش اي واحد مثلا تيغش يعرف لان المغربيات غتقدر تخدعهم مغا الاولى ويجدوا فيك الثقه والثانية ولكن المغا الثالثه الى عقوا بك غيضمروك كيفاش ما طلعوك وصلتي للفوق راه ما تفكرش على انك فلوس الفينيسيون مازال غتجيبها عند العيالات لا داكشي اللي بنيتي غير الله يجعل البركه شي حاجه كماله من عندهم انا كنظن العيالات ان شاء الله انا غنحارب هذا الغلاء ونحارب هذا الكذوب في اليوتيوب ان شاء الله باش كلشي يبيع بثمن مناسب والنهار اللي تولي تبيع بثمن مناسب اولا واحد اخر يولي يتابع مناسب الله يسهل عليه وديك الساعه نفرحوا بكلشي وندعيو معاه الله يوفقكم على الله ومرحبا بكم ربي يخليك والسلام عليكم السلام عليكم الله يعاونك